نشرة الأخبار مع حسين الهاشمي ولميس عبد الكريم. أهلا بكم ونشرة إخبارية مفصلة، نبدأ معا بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يبارك حصول العراق على الاعتماد الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي ويؤكد دعمه الجهود التي تعزز تطوير التعليم العالي. رئيس الوزراء يرعى اجتماع لممثلي القوى الفائزة بانتخابات كركوك واتفاق على تشكيل ائتلاف لإدارتها وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية. تحقيق نسب إنجاز لمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات، والحكومة تحقق 80% من برنامجها الوزاري. إحراز تقدم باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، وتسهيلات مصرفية كبيرة تدفع نحو التعامل الإلكتروني. أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، بداية النشرة من تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني على دعمه لكل الجهود التي تعزز تطوير التعليم العالي في العراق. رئيس الوزراء في تدوينة على منصة أكس بارك للنخب العلمية والأكاديمية حصول العراق على الاعتماد الدولي الكامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي وعلى مستوى تقييم البرامج والمعايير المعتمدة في مجالات ضمان جودة التعليم الطبي، وأشار إلى أن هذا الإنجاز المهم الذي تحقق للمجلس الوطني لاعتماد كليات الطب في العراق يعد خلاصة عمل دؤوب للمؤسسات الأكاديمية العراقية ودليلا على رصانة شهادة كليات الطب في البلد. بشأن ملف كركوك، رعى رئيس مجلس الوزراء اجتماع لممثلي القوى الفائزة بانتخابات المحافظة، وأكد أن استحقاق الانتخابات المحلية في كركوك المعطلة منذ عام 2005 قد أنجز وبجهود الجميع وتكاتفهم، وقد شهد مشاركة واسعة مقارنة بباقي المحافظات، وهي محطة تعتز بها الحكومة كالتزام ضمن برنامجها. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المحافظة تتمتع بوضع خاص يمثل هاجسا لكل القوى الوطنية العاملة على دعم التماسك الاجتماعي. محافظة كركوك لها وضع خاص، تمثل عراق مصغر وتمثل هاجس لكل الخيرين والوطنيين في أهمية المحافظة على الوحدة والأخوة والاستقرار، وأن ننهض بهذه المحافظة بما يليق بمكوناتها الكريمة وأهلها، ويحقق تطلعات وآمال المواطنين في محافظة آمنة موحدة مستقرة. لله الحمد، بجهود كل الخيرين أنجزنا واحد من أهم الاستحقاقات السياسية التي تعطلت منذ عام 2005، ألا وهي انتخابات مجلس المحافظة. هذا الاستحقاق الذي جرى بكل شفافية، وفوجئنا بالمشاركة أيضا الواسعة قياسا لباقي المحافظات. أمامنا استحقاق مهم، وهو تشكيل الحكومة المحلية، منصب المحافظ، المنصب التنفيذي الأول ونائبي، وكذلك انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه. لكي تنطلق هذه الحكومة المحلية تواجه استحقاقات كثيرة وملفات مهمة، مما يعني أنه أمامنا سجل حافل بمهام واستحقاقات مهمة. هذه ما تحتاج فقط قرارات تصدر من هذا المسؤول أو ذاك، بقدر ما تحتاج
إلى موقف وطني موحد يدعم هذه القرارات وينفذها بالشكل الذي يحافظ على الدستور ويحقق العدالة والمساواة، وهذا قطعا سينعكس على أبناء المحافظة الذين واجهوا سنين من المعاناة والتضحيات، وكان آخرها إرهاب داعش. آن لهم أن ينعموا بهذا الاستقرار، وإن شاء الله نحن لدينا ثقة أن هذه القوى السياسية وهذه العناوين الوطنية من مختلف المكونات الكريمة وأطياف الشعب العراقي قادرة أن تحقق هذا المنجز وتبعث برسالة ليس فقط لأهالي كركوك وإنما لكل المحافظات وأرجاء العراق. هذا واتفق المجتمعون على اتفاق مبادئ من أجل المضي بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، وتضمن الاتفاق مراعاة العيش المشترك وأن يكون الدستور المظلة التي يحتمي بها الجميع، وأن يكون منهج أو يكون منهج الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء أساسا للعمل المشترك، وتشكيل ائتلاف إدارة كركوك من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، وأن يترأس رئيس الوزراء جلسات الائتلاف لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية. كما تضمن الاتفاق إعداد برامج الإدارة المحلية في كركوك، وتتبنى الإدارة الجديدة في المحافظة تنفيذه وفق آليات وتوقيتات واضحة وعملية. كما اتفقوا على أن تقدم القوى السياسية المشاركة في الاجتماع أوراق عمل خلال 7 أيام تتضمن رؤيتها لتشكيل الحكومة المحلية. دبلوماسيا، استقبل رئيس الوزراء سفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، وجرى أثناء اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتأكيد استمرار جولات الحوار الثنائية واللجنة العسكرية العليا المشتركة المعنية بتنظيم إنهاء محام التحالف الدولي في العراق. كما ناقش اللقاء الملفات التي ستطرح في الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى واشنطن، وآلية التعاون ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة واللجان المشكلة بهذا الخصوص. كما بحث رئيس الوزراء مع رئيس لجنة الاتحاد الروسي للمصنعين ورجال الأعمال ومؤسسي شركة لوك أويل فاجيت إلبيركوف والوفد المرافق له ملف الشركات الروسية العاملة في العراق في ضوء الزيارة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء إلى موسكو في 20 الأول من العام الماضي. وشهد اللقاء مناقشة خطط تطوير حلقلي غرب القرنة وأريدو النفطيين اللذين تعمل فيهما شركة لوك أويل وسبل تجاوز العقبات التي تعترض عملها، وكذلك مشاركة شركة لوك أويل بمشاريع طاقة متكاملة في العراق وجولات التراخيص الجديدة. أمنيا، ترأس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني جلسة اعتيادية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في البلد وجهود القوات الأمنية في التصدي لفلول داعش الأرهابية ومواجهة الجريمة المنظمة وجريمة الإتجار بالمخدرات. الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول أكد في بيان أنه جرى إقرار إنجاز المراحل الأولى والمهمة لمشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية التي توفر شفافية في إنجاز معاملات الموقوفين والنزلاء. كما استعرض المجلس الدراسات الأولية لمشروع المنظومة الموحدة للأتمتة وإنجاز المعاملات بشكل يؤمن معالجات رقمية مناسبة بعيدا عن الاختراق الأمني. وأشار إلى أن القائد العام وجه الأجهزة الأمنية بزيادة تدابيرها الأمنية والاستخبارية وأهمية اطلاع المواطن على حقيقة الأمور بصدقية وشفافية. مع استمرار الحكومة في حوارها مع التحالف الدولي وتحويل العلاقات مع دوله إلى علاقات ثنائية، يتجه العراق لرفع قدرة قواته المسلحة وإمكانياتها والتحول إلى الاعتماد على الجهد الاستخباري في ملاحقة العصابات الإرهابية.
الانتقال بالعلاقة مع التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية فلا مبررات لوجوده في العراق، تأكيدات شدد على تنفيذها القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن القوات الأمنية قادرة على مواجهة الإرهاب ودحره، في وقت بيّنت قيادة العمليات المشتركة أن المؤسسة العسكرية بحاجة إلى تسليح بأحدث المعدات وهي بأفضل حالات استعدادها وجاهزيتها القتالية. تأكيد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن تكون هناك علاقات ثنائية فيما بيننا وبين دول التحالف الدولي، هذا مهم جدا أيضا، وتأكيد بأن من خلال هذه العلاقات يتم التسليح والتطوير والتدريب، والتأكيد على رفع مستوى إمكانيات وقدرات الجهد الاستخباري والأمني. هذا ما أيضا أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة، ضرورة ملحة ومهمة لأولا الاستمرار في مطاردة التنظيمات الإرهابية وملاحقتها وحتى في أعقد المناطق الجغرافية. العلاقات الثنائية مع دول التحالف الدولي ستكون بداية مرحلة جديدة يسعى العراق لتطويرها في مجال التسليح والتجهيز، وقد تذهب إلى ما هو أبعد من القضايا الأمنية والعسكرية في مجالات متعددة تعمق أواصر التعاون المتبادل بين العراق مع هذه الدول. العراق يريد أن يتحول بالقوات التحالف من قوات قتالية، من قوات مستشارين، إلى قوة اقتصادية، إلى قوة تعاون إطاري ثقافي معرفي اقتصادي. تنشأ بين العراق وبين هذه الدول علاقات متوازنة مبنية على أساس تبادل السيادة، لذلك العراق يحتاج إلى تسليح، تجهيز، تطوير، تدريب، لكنه لا يحتاج إلى أي قوات سواء كان قوات مشات أو حتى مستشارين على هيئة مستشارين من الجانب الأمريكي. وتواصل اللجنة العسكرية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعاتها لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بعيدا عن أي وجود عسكري قتالي وحتى استشاري. من بغداد، حسام التميمي، العراقية الإخبارية. تحقيق نسب إنجاز بمشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والمحافظات، والحكومة تحقق 80% من برنامجها الوزاري. بأكثر من مسار وقطاع مختلف، كشف التقرير السنوي الأول للأداء الحكومي عن تحقيق الحكومة 80% من برنامجها الوزاري. وزارة التخطيط قالت إن إجراءات البرنامج الحكومي أصبحت ملزمة لكل الوزارات والجهات المرتبطة بها بعد إقراره من قبل البرلمان. في قطاعات مختلفة أبرزها الأمن والصحة والخدمات والإعمار والاستثمار في النفط والطاقة والسكن ومعالجة الفقر والبطالة والفساد وغيرها، أنجزت الحكومة 80% من برنامجها وفق التقرير السنوي الأول، إذ حققت 438 إجراء تنفيذيا من أصل 653 إجراء. وزارة التخطيط تتابع تنفيذ تلك المشاريع بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. البرنامج الحكومي هو عبارة عن إجراءات صارت ملزمة لكل الوزارات ولكل مؤسسات الدولة، مشاريع ذات الصبغة الخدمية التي تنسجم تماما مع شعار الحكومة حكومة خدمة، اللي هي تشمل مشاريع الماء، مشاريع الصرف الصحي، مشاريع المدارس، مشاريع المستشفيات. في كل هذه الملفات كان هناك حقيقة عمل وجهود كبيرة أسهمت في حلحلة الكثير منها، وهناك نسب إنجاز متقدمة يعني فيما يتعلق بملف المشاريع المتلكية. الملف الأمني وبحسب مراقبين حاضي باهتمام حكومي كبير، انعكس بشكل إيجابي على مختلف الفعاليات الاقتصادية والخدمية والعمرانية، إلى جانب متابعة تنفيذ خطط الأمن الغذائي، فيما اهتمت الحكومة بالسياسة الخارجية بما ينسجم ومصالح البلاد عبر اتفاقات شراكة ومذكرات تفاهم مع دول مختلفة.
برنامج ليس فقط خدمي وإنما برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي. هناك اهتمامات كبيرة للسيد السوداني، بدأت برحلات مكوكية خارجية بتدعيم هذا البرنامج عبر فتح شراكات جديدة وبسياسات خارجية ناعمة ودبلوماسية عالية لجذب اهتمام واستثمار كثير من هذه الدول داخل الساحة العراقية الخصبة. سعي الحكومة العراقية بقيادة السيد السوداني إلى معالجة الملف الأمني، هناك تحديات كبيرة كانت أمام الملف الأمني ولا سيما هناك تصاعد وتوتر في منطقة الشرق الأوسط على رأس العدوان على غزة، وبالتالي كانت حركة العراق حركة متوازنة جدا. ويهتم المنهاج الوزاري بتنفيذ جميع مفرداته، ففي الخدمات ركز على الأبنية المدرسية والمستشفيات والمشاريع المتوقفة ذات الصبغة الخدمية، إلى جانب إكمال جميع مشاريع الكهرباء والطاقة وخفض نسب الفقر والبطالة ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي وإنجاز المشاريع الاستراتيجية. ميثم الجناحي، العراقية الإخبارية، بغداد. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
الله أكبر الله أكبر لا وصلى الله على محمد وآله وسلم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم. في كربلاء المقدسة يتواصل العمل في مشروع مجمع الدوائر الحكومية في المحافظة، والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 40%. ويتكون المجمع الحكومي من بناية المحافظة الجديدة ومجلسها وقيادة الشرطة، فضلا عن الأبنية الخدمية الملحقة بها. ويهدف المشروع إلى نقل المجمع الحكومي من المدينة القديمة إلى خارجها من أجل تقليل الزخم المروري داخل مركز المدينة، خصوصا أثناء زيارة المليونية، فضلا عن التخفيف من معاناة المراجعين للدوائر الرسمية وكونها ستكون في مكان واحد. في ميسان يتواصل العمل في مشروع مجسر تقاطع البتيرة بنسبة إنجاز تجاوزت 56%. وتم الانتهاء من أعمال صب جميع أعمدة جسم المجسر والمنحنيات، والمباشرة بالصب الموقعي للركائز الخاصة بالجدار الساند، وذلك بعد تنفيذ الركائز الكونكريتية للمجسر البالغة 292 ركيزة. وسيسهم المشروع في فك الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع الملعب بشكل كامل. إذا الحديث عن هذا الملف معنا مراسلنا من كربلاء المقدسة حسن المحنة من ميسان حيدر جيزاني. أهلا بكما في هذه النشرة. أبدأ من حسن. حسن، نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع، هل سيقلل معاناة المراجعين للدوائر الرسمية، وهل أيضا سينعكس إيجابا أثناء الزيارات المليونية التي تحصل في كربلاء المقدسة؟ نعم لميس، يعني هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة كربلاء. مجمع الأبنية الحكومية في كربلاء المقدسة يقع في مدخل النجف، هذا سيساهم في تخفيف الزخم المروري في مركز المدينة القديمة، الذي حيث يقع يعني أبنية الحكومة المحلية ومجلسها وأيضا قيادة شرطة كربلاء، يعني يفرغ مدينة كربلاء من عسكرة المدينة وإخراجها إلى خارج المركز المدينة، وأيضا توسيع العمران الكبير الذي تشهده الآن كربلاء المقدسة. هذا المشروع في ثلاث دوائر مهمة، هو مجلس محافظة كربلاء والحكومة المحلية وأيضا قيادة شرطة كربلاء، إضافة إلى جامع ومهبط طائرات للمسؤولين، إضافة إلى أنه مساحة كبيرة 170 دونم يشمل هذا المشروع، إضافة إلى أبنية خدمات أخرى في هذا المشروع، شوارع وأيضا مشاريع أخرى في هذا المجمع الحكومي، الذي سيخفف على المواطنين من يعني تقديم خدمة عالية المستوى أيضا للمراجعين الذين يقومون ب يعني إنجاز معاملاتهم، وأيضا كذلك افساح المجال لتوسعة مدينة كربلاء المقدسة. أنشئ هذا المشروع منذ يعني 2014 ولغاية الآن مستمر بالعمل، يعني تقريبا مراحل إنجاز متقدمة أكثر من 40% في هذه المباني.
شفتين في هذا المشروع استنف فيه يعني لإنجاز العمل في المباني الآن هو الركائز والسقوف ووضع الصب والكونكريت وتسليح، هذه الأعمال ما زالت مستمرة. طيب. دار الضيافة أيضا لمدينة كربلاء المقدسة في هذا المجمع أيضا الآن أعمال الفينيشينج للتغليف والأرضيات، وهذا يحسب أيضا إنجاز لهذا في هذا المشروع، وهنالك أعمال أخرى ستقوم بها الشركة المنفذة حسب التندر والمخطط له بالأعمال البنى التحتية وأيضا الشوارع الرئيسية في هذا المشروع المحاط ب يعني المجمعات السكنية وأيضا الأحياء السكنية، يضيف خدمة لهذه المنطقة بكونه يعني مجمع قريب على هذه الأحياء السكنية التي ذكرتها، وأيضا توسيع المدينة بشكلها المعماري، وهذا أيضا أنشئ بوفق مواصفات حداثة المعمارية وأيضا قداسة مدينة كربلاء المقدسة ب يعني نعم شكرا لك. من كربلاء أذهب إلى ميسان مع حيدر الجزاني. حيدر، كيف سيسهم مجسر تقاطع البتيرة بفك الاختناقات المرورية في المحافظة، وأيضا الشيء الأهم ما السقف الزمني لإنجازه بشكل كامل؟ نعم طبعا مشروع مجسر وتقاطع البتيرة هو واحد من أهم المشاريع التي تنفذ في ميسان والتي تندرج ضمن مشاريع فك الاختناق وتنظيم الحركة المرورية في المحافظة. طبعا هذا المشروع يقع في موقع مهم من محافظة ميسان، ولطالما شكل اختناق في الحركة المرورية، لذلك جاء تنفيذ هذا المشروع المهم. طبعا هذا المشروع الذي ينفذ بكلفة 40 مليار دينار طبعا حقق اليوم ما يقارب الأكثر من 56% من نسب الإنجاز الفعلية، كما تلاحظون في الصورة من الخلف كم الانتهاء من كافة أعمال البنى التحتية والمتعلقة بصب الركائز الكونكريتية للمشروع بالكامل. أعمال هنا حاليا تجري بأعمال المنحنيات، حيث تجري هنا بوتيرة متصاعدة أعمال الصب للمنحنيات وبجو جهد آلي وهندسي مكثف. طبعا أيضا هناك أعمال تجري في الجانب الآخر لتهيئة المقطع الأول للصب وكذلك الجدار الساند للمجسر، أيضا هنالك أعمال في الجانب الآخر فيما يتعلق بتهيئة الفضاء الثاني لأعمال طبعا الصب لأعمال التسليح وكذلك تمهيدا للصب. كما ذكرت هذا المشروع مشروع حيوي مهم. نعم. يسهم في إنهاء مشكلة الاختناقات المرورية في تقاطع الملعب في محافظة ميسان، وهو من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تنفذ في هذه المحافظة. مراسلة العراقية الإخبارية من كربلاء المقدسة من ميسان أيضا شكرا جزيلا لكما. تتابعون أيضا إحراز تقدم باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعي العام والخاص وتسهيلات مصرفية كبيرة تدفع نحو التعامل الإلكتروني. أهلا بكم من جديد. أكد وزير النقل رزاق محبس أن مشروعي ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية أصبحا ضرورة ملحة ليس للعراق فحسب، وإنما لدول المنطقة وأوروبا، مشيرا أثناء استضافته في نشرة سابقة إلى وجود ضغط من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا وبالتعاون أو للتعاون مع العراق على إنجاز طريق التنمية. ميناء الفاو الكبير يسير وفق ما مخطط إليه، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى منه للمشاريع الخمسة في منتصف عام 2025، سيما وأن هناك تلازم كبير بين ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية، خصوصا بعد زيارتي إلى أنقرة، الزيارة الأخيرة إلى أنقرة، أبلغوني أن هناك ضغطا كبيرا من الاتحاد الأوروبي على تركيا بضرورة الإسراع مع العراق في إنجاز طريق التنمية بالسرعة القصوى، خصوصا بعد أحداث غزة والبحر الأحمر. أصبح ميناء الفاو الكبير الآن وطريق التنمية ضرورة ملحة ليس للعراق فقط، إنما لكل دول المنطقة وكذلك الاتحاد الأوروبي. يشهد مشروع ميناء الفاو الكبير أعمالا متواصلة لإكماله في موعده المحدد وإدخاله الخدمة،
المديرية العامة لموانئ العراق أكدت أن المشروع سيكتمل قبل نهاية العام المقبل. بنسبة تجاوزت 85%، وزارة النقل تعلن عن موعد إنجاز ميناء الفاو الكبير الذي حققت فيه أعمالا متقدمة في أغلب مفاصله. مدير عام الموانئ أكد أن الأرصفة الخمسة ستكون أول المشاريع المنجزة في هذا الرافد الاقتصادي المهم. وصلت نسب الإنجاز بالأرصفة الخمسة إلى أكثر من 87%، والأهم من هذا كله أنه إن شاء الله في الشهر العاشر من هذا العام سوف نستلم هذا المشروع بنسبة إنجاز 100%. أما بالنسبة لساحة الحاويات تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70% والطريق 60% وهكذا باقي المشاريع، لكن الكل تسير حسب ما مخطط لها. جميع المشاريع سوف تستلم قبل نهاية العام القادم. المشروع الذي يحظى باهتمام حكومي مباشر يتابع يوميا من اللجان الفنية لإزالة جميع العقبات التي قد تواجه سير العمل. منشآت متكاملة وداعمة في الميناء تتواصل فيها الأعمال لإكمالها في وقتها المحدد. المنجز مو فقط هو رصيف، اكو عندنا يعني اكو دعامات للارصفه، اكو عندنا مشاريع اخرى ثانويه حتى تدعم تشغيل الميناء، عندنا 5 مشاريع الدعم، محطه الكهرباء ومحطه المياه والتنقيه، ذني كلهم داعمات للارصفه الخمسه حتى تشتغل، لان ما تقدر تشتغل فقط رصيف بدون هاي المشاريع الخمسه اللي تتزامن اكمالها مع المشروع الرئيسي. ويمثل ميناء الفاو احد اهم المحطات الكبيره والعالميه في نقل التجارة سواء عبر الترانزيت أو العبور لتحويل أو نقل تجارة منطقة الهند وشرق آسيا والصين. عباس نعمة، العراقية الإخبارية، بغداد. يشهد العراق تطورا كبيرا في التحول نحو أدوات الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص. هذا التحول يرى مختصون أنه جاء نتيجة التسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك المركزي بدعم من الحكومة. على خطى دول متقدمة ومؤسسات مالية ونقدية عالمية، العراق يحقق قفزة نوعية في التحول نحو أدوات الدفع الإلكتروني على مستوى القطاعين العام والخاص، خطوة تعمل على تعزيز الرقمنة الإلكترونية في موضوع تحصيل الجباية والتسويات المالية بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة. التسهيلات التي قدمتها الحكومة العراقية من ناحية تفعيل أنظمة الجباية الإلكترونية في مؤسسات الدولة، وأيضا التحفيزات الأخرى اللي هي التي تتضمن بموضوع تقليل نسبة 5%، الضريبة الصفرية، العمولة الصفرية، هذه كلها من المحفزات التي تشجع التاجر والمواطن على التوجه إلى الدفع الإلكتروني وترك الكاش. وبالرغم من المميزات والخصائص الكثيرة التي يمنحها التحول باتجاه الاقتصاد الرقمي، إلا أنه يعمل على حوكمة الدينار ومعرفة حجم السيولة النقدية التي هي أساس في رسم معالم الخطط الاقتصادية المستقبلية عبر تحويلها إلى مشاريع استراتيجية. يتزامن هذا مع إجراءات حكومية مهدت الطريق أمام ترسيخ ثقافة الدفع الإلكتروني. عدد البطاقات الإلكترونية اللي صدرت عن المصارف تبلغ الآن بحدود 18 مليون بطاقة، بعد أن كانت في العام الماضي لا تتجاوز 14 مليون بطاقة. والحسابات الجديدة التي فتحت الحقيقة تجاوزت 10 ملايين حساب جديد بسبب هذه التقنيات الجديدة بالتحول الرقمي إلى مجتمع اللا نقد. ويعد التحول نحو الأنظمة الإلكترونية في التعاملات المالية ضمن خطط الإصلاح المالي والمصرفي الذي يشكل فيه الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية في الإصلاح الاقتصادي للبلد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. في اليوم 39 بعد 100 قصف صهيوني مكثف على وسط غزة وجنوبها، ومدير الصحة العالمية يصف غزة بأنها منطقة موت.
ألقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ومجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي كلمة العراق في الجلسة العامة 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو. المندلاوي دعا دول العالم إلى إنشاء نظام دولي جديد وعادل وإعادة النظر في بعض السياسات خدمة للمصالح المشتركة، داعيا إلى تشكيل لجنة دائمة تتولى دعم التعاون البرلماني الإقليمي. لا بد من التكاتف معا على إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا ويجدر بنا معالجة الوضع المتأزم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص وتداعيات ذلك العدوان في لبنان واليمن والعراق وسوريا وكل دول المنطقة. وطالما كنا نحذر إن تمتد آثار تلك العدوان إلى بلداننا والعالم بأسره وبالشكل التي لا يمكن السيطرة عليه، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزناً لهيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي الذي يجب احترامه، وهذه المسؤولية تقع على عاتق دول العالم جميعاً دون استثناء. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن دعم بلدي العراق برلماناً وحكومةً وشعباً بكل ما نملك من قوة وإمكانية، وعن موقف حاد والداعم والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، ونجدد التأكيد على القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بفلسطين والحاجة الملحة لإطلاق عملية سياسية جديدة تعيد الأطراف الدولية المعنية إلى طاولة الحوار واعتماد مسار يمنح الأمل مجدداً للشعب الفلسطيني. أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم أن العراق عانى كثيراً من توقف عجلة التنمية بسبب الإرهاب. السيد الحكيم خلال كلمته بالمنتدى العالمي الثالث للسلام المنعقد في القاهرة قال إن العراق تجاوز معوقات حركة الإعمار وهو في طريقه نحو الريادة في مجالات حيوية واستراتيجية. إننا في العراق عانينا كثيرا من آثار توقف عجلة التنمية، وما زلنا نعاني بعض آثارها بالرغم من الخطوات الكبيرة التي تحققت طيلة العقدين الماضيين وما تحقق في حكومة الأخ السوداني بشكل خاص. فالحروب وسنوات الحصار ثم ثقافة التطرف والتكفير والعنف كانت عوائق أمام نهوض العراق، واليوم بحمد الله وتوفيقه وبإرادة العراقيين وقواهم السياسية الوطنية ومرجعياتهم الرشيدة استطعنا تجاوز تلك العوائق وأثارها المدمرة على الإنسان والمجتمع إلى حد كبير. فعراق اليوم يختلف عن أمسه وماضيه، وهو في طريقه نحو الريادة في مجالات حيوية واستراتيجية بإذنه تعالى. السيد الحكيم قال في كلمته أيضا أن الفلسطينيين يتعرضون لإبادة جماعية تحت مبررات غير منطقية من الكيان الصهيوني وسط صمت دولي وصفه بالمريب. إنما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والمدن الفلسطينية الأخرى من إبادة جماعية تحت مبررات غير منطقية من قبل الكيان الصهيوني وتحت صمت دولي مريب، تعد من أبرز التحديات التي تواجه إرساء ثقافة السلام ودفع عجلة التنمية في المنطقة، إذ لا يمكن أن نتخيل وجود تنمية حقيقية ووجود سلام دائم بوجود أراض محتلة وحقوق مسلوبة وسياسات تدميرية ومتهورة تؤثر على أمن شعوبنا ودولنا. القضية الفلسطينية ليست شعاراً سياسياً، وإنما هي قضية تمس كرامة المواطن العربي والمسلم، ولا يمكن التغاضي عنها أو تعويمها بأساليب وجهود بعيدة عن معنى الكرامة الإنسانية.